بكم وشكرا لله سبحانه وتعالى على أنني خرجت اليوم من المستشفى بصحة تامة وأعود إلى عملي اعتبارا من الغد إن شاء الله. الفضل في هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هذا المستشفى العظيم النموذج من مستشفياتنا الفلسطينية بما فيه من إدارة حكيمة وأطباء مطلعين وممرضين وعمال، وهذا فعلا إن دل على شيء فإنما يدل على أن صحة شعبنا بأيدي أمينة والحمد لله. وهذا شيء هذا أعز ما يجب أن نهتم به وهو صحة أهلنا، فأنا ما شاهدته وما رأيته هنا وفي غيره من المستشفيات أمر نفتخر به. أيضا أريد أن أوجه التحية والتقدير لأهلنا وشعبنا في كل مكان في العالم الذين سألوا عني، سألوا عن صحتي ليطمئنوا عني، وأقول لهم إن شاء الله صحة الوطن بخير، ونحن إن شاء الله سنصل إلى مبتغانا بتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وإذا قصة القدس دخلتنا المستشفى، بدنا نخرج من المستشفى لتكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. كذلك نوجه الشكر والتقدير لكل الزعماء والقادة، الملوك والرؤساء والأمراء والإخوة أساس العرب وغير العرب الذين تفضلوا بالسؤال عني، فأنا شاكر للجميع وأشكركم جميعا، وأتمنى من الله لشعبنا أن دوام الصحة ودوام التقدم ودوام النجاح للوصول إلى الهدف. لا ننسى الهدف وهو الدولة الفلسطينية المستقلة قريبا إن شاء الله.